تحديات جميلة تحملها لنا عناوين المنافسة الدائمة على أرضية هذا الميدان. على مدى مشاهدينا الكرام 14 شوطا مقسمة بين الأبكار والجعادين. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أول الأشواط الصباحية في هذا اليوم، معلنة عن تجسد روح النشاط والحيوية بين الأخوة المشاركين في التنافس والتحدي في هذه المشاركات المميزة وهذه الانطلاقات الجميلة في هذا اليوم مشاهدينا الكرام، التي تتنافس في هذه الأبكار بين تحديات وبين منافسات مميزة وجميلة تحمل أسماءها وطياتها. ينطلق الشوط الأول والخاص بالأبكار المحليات الأصايل في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي مع مجموعة من الأبكار المميزة والأبكار الأصيلة. في اليوم الذي يصادفنا مشاهدينا الكرام 8 يناير لعام 2014 لتنتقل الأحداث مباشرة على قناة دبي ريسنج، نسير بالمركز الأول. نرحب بكل الأخوة الحاضرين هنا على أرضية هذا الميدان للمتابعة وللسباق، وكذلك نرحب بكل المتابعين أمام شاشة دبي ريسنج. نقترب من البداية، والمركز الأول هنا تاتي منصورة لحمدان بن يمعة بن عمي المنصوري على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني تصل فيه بينونة لزايد بن محمد بن زايد المنصوري. غير نحو صدارة هذا الشوط وانتقل مباشرة إلى البداية، بينما المركز الثالث وصلت الآن شواهين لحميد بن عامر بن عمي المنصوري، من يتواجد كذلك على ثالث المراكز في هذا الانطلاق وهذا التحدي. نقترب من المركز الرابع، نشاهد رابع المراكز في هذه اللحظات. أفكار وصلت واحتلت المركز الرابع لمنصور بن الشيبة السبوسي، هو من تواجد على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هذه زعفران احتلت المركز الخامس، أو تلت الزعفران من لسلطان بن علي بن عبيد بن ضاعن الاجتبي، وصل إلى المركز الخامس في أول لدى لتل الزعفران، بينما المركز السادس هناك الشاهينية عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي، من يتواجد على سادس المراكز ويقدم لنا الشاهينية في هذا المسار، بينما الهدة تحتل المركز السابع لمحمد بن سعيد بن منانة، هو الآن المتواجد على المركز السابع في هذه الأثناء. أما الظفرة احتلت المركز الثامن، الظفرة تعود ملكيتها لزايد بن محمد بن زايد المنصوري، هو المتواجد على المركز الثامن. أما المركز التاسع فتصل فيه شواهين لراشد بن محمد بن مبارك الشامسي، يصل ويحتل المركز التاسع. والمركز العاشر، عاشر الأسماء، تتواجد الغزيل، تعود ملكية الغزيل لأحمد بن مسهري بن سالم بن العرطي الحميري. هذه الأسماء الأولى المشاهدين الكرام من خلال التواصل والتحدي. 6 كيلومترات قوة التحدي والتنافس في صباح هذا اليوم، هذا الصباح المشمس وهذا الصباح المميز الجميل. نبدأ البداية ونعود إلى المركز الأول، نعود إلى بينونة لا زالت خاطفة للمركز الأول ومتقدمة على كل هذه الأسماء لتحمل عنوان التنافس القوي والتنافس المميز في سباقات الأجن. ها هي أمامكم لزايد بن محمد بن زايد المنصوري على المركز الأول والصدارة مشاهدينا الكرام، أكيد ستتكلم فيما بعد مع اللحظات الأخيرة مع الأمتار الأخيرة، لكن نشاهد الآن وصلت الآن في هذه اللحظات تلت الزعفران وصلت واحتلت المركز الثاني، تعود الملكية مشاهدينا الكرام لسلطان بن علي بن عبيد بن ضاعن الاكتبي يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك تواجد أفكار. وماذا تحمله من أفكار في هذا المضمار؟ هنا منصور بن الشيبة السبوسي المتواجد مع وجود الأفكار في هذا الموقع. المركز الرابع، نشاهد المركز الرابع من الجانب الآخر، هناك بن منانة يقدم لنا الهدة محمد بن سعيد بن منانة مع وجود الهدة على المركز الرابع. والمركز الخامس وصلت منصورة لحمدان بن يمعة بن عمهي المنصوري، هذه الخماسية على الشوط
الخماسية على شوط. مشاهدين الكرام يحمل الأسماء الماسية من المحليات الأصايل في أول الاندفاعات وأول الانطلاقات، بينما المركز السادس نتابع في هذه اللحظة الشاهينية لحمد بن معيوف بن محمد العامري يصل إلى المركز السادس. أما المركز السابع نقل إلى سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، هنا يتقدم مع السيوف في هذا الموقع. ثامن المراكز عندك الشامسي، وصلت شواهين راشد بن مبارك بن محمد الشامسي في المركز الثامن في هذه اللحظة. المركز التاسع تسلل من خلال تواجد الشاهينية عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي، والمركز العاشر وصلت فيه روعة لخالد بن سلطان بن سعيد الربيعي. هذه الأسماء العشرة الأولى المنطلقة الباحثة عن انتصار، الباحثة عن تحدي بين هذه الأسماء، بين هذه التحديات أسماء مميزة وأسماء جميلة حملت ألوان التنافس في هذا اليوم في هذه التحديات. أول الأشواط الصباحية باكورة الانطلاقات في هذا التواجد الصباحي، والعودة إلى البداية، العودة إلى ستارت الهدة. هناك غيرت الهدة 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 الهدة، غيرت وانتزعت المركز الأول في هذه اللحظات. محمد بن سعيد بن منانة هو الآن الباحث عن الانتصار بالفعل، غير واحتل المركز الأول. تبدلت أوضاع المقدمة، بينما بينونة تحاول بالمركز الثاني، زايد بن محمد بن زايد المنصوري من يصل على ثاني المراكز مقدما بينونة في هذه المشاركة. والمركز الثالث هناك منصورة تتواجد في ثالث المراكز، حمدان بن يمعة بن عمهي المنصوري المركز الخامس. المركز الخامس وصلنا، أو المركز الرابع وصلنا عندك يا الربيعي، خالد بن سلطان الربيعي يقدم روعة على المركز الرابع وخامس المراكز. اسم جديد يتدخل هذه الشاهينية للشاعر سالم بن عيد المهيري، وصل إلى المركز الخامس. المركز ساد السيوف سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي. هذه الستة، هذه الستة المراكز الأولى مشاهدين الكرام، واللفة الأخيرة، اللحظة الأخيرة ليكون هذا المضمار في خطه المستقيم بين هذه اللحظات في التنافس والتحدي بين هذا وهذا. هناك تنافس، هناك تحدي، شعارات لمعت وصالت وجالت في ميادين السباق لتبقى دائما على الصدارة وعلى القمة، بحثا عن القمة. مشاهدين الكرام ليس بسهلا، بينما هناك المقدمة والصدارة لا زالت البداية، لا زالت الهدة. محمد بن سعيد مشاهدين الكرام بن منانة على مقدمة الشوط، لكن وصلت روعة خالد بن سلطان الربيعي، وصلت هذه اللحظات، احتلت المركز الثاني. هناك بن عيد في المركز الثالث، سالم بن عيد المهيري رابع المراكز. تتقدم سيوف، تتقدم سيوف 1200 على خط النهاية، 1200. هذه الأسماء اللي أمامكم مشاهدينا الأعزاء، ولكن لا زالت الهدة، لا زالت الهدة من هدة نحو خط النهاية. محمد بن سعيد بن منانة هو المتقدم حتى هذه اللحظات. المركز الثاني هناك لا زالت روعة خالد بن سلطان الربيعي، والشاهينية تتقدم. الشاعر سالم بن عيد المهيري واصل ليقدم لنا الشاهينية في هذه اللحظات. المركز الرابع اسم جديد يتدخل من الجانب الآخر هذه اللحظة، وهذه نشوة عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري. وصل، وصل المنصوري في أول ندى النشوة، لكن تحديات الشوط مع هناك المتحدي، ولكن نشاهد محمد بن سعيد بن منانة لا زال يقدم لنا من خلال هذه اللحظات تحديات هذا الشوط مع الهدة، مع الهدة، ولكن نشوة، نشوة قادمة، نشوة قادمة وروعة قادمة، روعة ونشوة، نشوة وروعة مشاهدين الكرام والهدة. لكن أشوف روعة، أشوف روعة وصلت خالد بن سلطان بن سعيد الربيعي. نشاهد المركز الأول، نشاهد تحديات هذا الشوط. المركز الثاني تغيرت هناك، وصلت الهدة، وصلت نشوة، نشوة والهدة، ولكن نشوة، هذه نشوة مشاهدين الكرام. تبدل السلام من زعبيل إلى العين، من زعبيل إلى العين دار الزين، هنا نشوة انتقلت إلى المركز الأول. عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري مشاهدين الكرام في أول الأشواط الصباحية، باكورة هذه الأشواط ينتزعها عبيد بن محمد بن سالمين
المنصوري لتقدم نشوة أفضل إنجازاتها وأجمل تحدياتها في هذا الصباح. المركز الثاني محمد بن سعيد بن ملانة يقدم الهدى، المركز الثالث روعة خالد بن سلطان بن سعيد الربيعي، والمركز الرابع في هذا الوصول الشاهينية عبد الله بن محمد بن طرميذي الشاهينية، في المركز الخامس سالم بن عيد المهيري. مشاهدي الكرام كذلك يصل إلى المركز الخامس في هذه التحديات وهذه الانطلاقات. عودة إلى البداية وعودة إلى مسار نشوة الذي حققت توقيت زمني مقدار 9:50 و6 من الثانية. تهانينا والناموس لعبيد بن محمد بن سالمين المنصوري على فوز نشوة بالمركز الأول وحصوله على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني هنا كانت الهدى لمحمد بن سعيد بن مرانة 9:00 مشاهدين الكرام 52 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس كذلك لمحمد بن سعيد بن مرانة على الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث حلت في هذا الشوط بالتنافس والتحدي كانت روعة حاضرة بهذا التحدي والانطلاق خالد بن سلطان بن سعيد الربيعي 9:55 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانتصار وعلى هذا التحدي. كانت هذه مشاهدينا الكرام مسار هذا الشوط الأول الخاص بالأبكار المحليات الأصائل، تنافس مميز وتنافس وتحدي مثير تحمل لنا هذه العناوين بالمشاركة القوية والانطلاقات المميزة. نعود بحضراتكم ونتابع ثاني الأشواط الذي انطلق في هذه اللحظات ليحمل كذلك عنوان التنافس والتحدي في